قال محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي إن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة في 192 قرية وفي 757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة. تهدف المبادرة لتطوير كرة الريف المصري، وأكد أنه يتابع يوميا نسب التنفيذ بتلك المشروعات، ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بنطاق المراكز التي يجري بها تنفيذ أعمال التطوير بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التي تظهر أمامهم.